السلام عليكم يا شباب المهندسين، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بنكمل كلامنا في الاستراكشر اناليسيس، ومعانا النهارده اوبن سيمي سفيريكال شيل. كنا اتكلمنا قبل كده عن الشيلز اللي هي الكلوزد، اللي هي كانت بتبقى مقفوله من فوق. النهارده كنا بنتكلم قبل كده اللي هي بتبقى مقفوله من فوق، النهارده بقى عايزين نشوف يا ترى لو هي مش كامله، يعني لو هي مش كده، لا ده احنا قاطعين الجزء اللي فوق دوت، ايه اللي هيحصل ويا ترى ايه الاختلاف في الحل بتاعنا. دايما بنقول ان في البداية كده المنطقة اللي فوق ديت انا ممكن اقفلها ازاز، بحيث ان الاشعة الشمس تنزل من فوق تنور القاعة بتاعتي. معانا كده وكده الموضوع. في البداية نحب كده نفكر الشباب بالقوانين بتاعتنا. ده قانون حساب ال N فاي، القانون العام اللي هو فيه التكامل. ده كده هنا البي ار بتاعتي علاقتها مع ان فاي وان سيتا، وده ان فاي في حالة خاصة فقط اللي هي فور كونسنتريتد لود. وهنا في شوية نوتيشنز كده بنفكر الناس يعني ايه ار واحد، يعني ايه ار اتنين، يعني ايه ان فاي، يعني ايه ان سيتا، ودي الساين اوف لودز. وهنا في بعض التكاملات اللي ممكن تحتاج بعضها في الشغل بتاعنا. ده هنا كده كان الباوندري كونديشنز، نظرا لان في انتجريشن يعني في تكامل، يعني هيظهر عندي ثوابت عفوا. وطبيعة الحال لما يظهر ثوابت يبقى في الحالة دي انا عايز باوندري كونديشنز على اساس احل منها من خلالها الثوابت. ده هنا قلنا الباوندري كونديشنز، هنا في حاجة كلوزد شيل، اما ان هي بنت شيب زي الشكل دوت كده، او فلات شيب زي الشكل دوت. وبرضو اتكلمنا قبل كده عن الاوبن شيل، قلنا في حالة ان مفيش عندي حمل مركز هنا، او في عندي حالة حمل مركز. طب نشوف بقى كده المثال بتاعنا النهاردة. بيقول calculate and draw the internal force diagrams for the show open semi-spherical shell with radius 10 meter due to uniform gate load equal 24 ton divided meter square and the line load are equal 4 ton divided meter. ادي المسافة بتاعتنا اهيت، ادي هنا في 10 متر، وهنا في الرأسي 6 متر، وادي اللاين لود اللي هو شكله بالمنظر ده. طب تعالوا كده مع بعض نشوف هنتعامل معاها ازاي. نقول ادي كده بداية الحل اهوت. زي ما احنا عارفين في البداية خالص عايزين نشوف يا ترى المسافة دي اقدر احسبها ازاي. فبنقول انا عندي الار بعشرة، هي نفس الار اللي هنا اللي هي بعشرة، وانا عندي 6 هنا في الرأس. اذا قانون فيثاغورس اقدر اجيب المسافة دي كام؟ 8 متر. طيب اتعلمنا قبل كده ان البي ار هتساوي جي كوزاين فاي، والبي فاي تساوي جي ساين فاي، وهنا بقى ار واحد ايكوال ار اتنين ايكوال بي. احد الشباب هيقول لي ايه قصة البي ديت؟ البي دي يا سيدي اي رمز عايز تحطها، A B C D whatever، حط اللي انت عايزه. هتقول لي طب الله، طب انا ليه ما احطهاش على طول بالعشرة متر؟ ما انا عارف ان الار هنا بعشرة متر، احط العشرة هنا متر وخلاص. فبقول لي سعادتك احنا بمنتهى البساطة عايزين ان احنا نمشي المعادلة بتاعتنا بحيث ان احنا نحصل على معادلة عامة. بعد كده بقى يجي لك مرة ار بعشرة متر هتحطها عشرة، يجي لك ار بخمستاشر تحطها خمستاشر، وهكذا. يبقى أنا عندي معادلة عامة أقدر أشتغل من خلالها، زي بالظبط ما عملنا في الشيل المرة اللي فاتت، وعملنا في البليت السيركولار بليت قبل كده. طب تعالوا كده نشوف المعادلة العامة بتاعتي. أدي إن فاي أهيت، دي المعادلة. إذا بالطبيعية هبدأ إن أنا أشيل الآر اتنين وأحط بي، أشيل آر واحد وأحط بي، وأشيل البي آر وأحط جي كوزاين فاي، وأشيل البي فاي وأحط جي ساين فاي. اهوت ادي كده الشكل عندي اهيت. الار اتنين اتغيرت، ار واحد وار اتنين اتغيروا، البي ار اتغيرت، والبي فاي اتغيرت. طيب بعد ما غيرنا لقينا الايه؟
لقينا ان هنا في كوزاين في كوزاين، يبقى كوزاين تربيع، ساين في ساين، ساين تربيع. ماشي، اقدر ان انا اطلع البي تربيع والجي ديت كده عامل مشترك يطلعوا لي بره. طب هستفاد ايه بقى؟ هستفاد ان انا بعد كده اقدر اشيل التربيع مع البي، وكوزين تربيع زي ساين تربيع، الاتنين دول يساوي واحد من قوانين حساب المثلثات اهيت. يبقى ادي ناقص بي في جي على ساين تربيع فاي تكامل واحد في ساين فاي دي فاي. وده التكامل، ده كنا كتبنا التكامل بتاعه قبل كده، اللي هو هيديني ناقص كوزين فاي زائد سي. وهنا بقى كلمة سي ديت اللي هي الكونستانت بتاع الثابت، وبالتالي انا لازم ادور على باوندري كونديشن تحللي. ادي المعادلة اهي بتاعتنا، ادي الشكل بتاعنا اهوت. هنا ال n فاي هحللها. لو تلاحظ انا الفاليو كل يهمني هنا التحليل في الدايركشن الرأسي، لان هو ده اللي يهمني. طبعا انا عارف الافقي هيبقى ان فاي كوزاين فاي، فبالرأس ان فاي ساين فاي. تعالوا كده يا شباب نتخيل مع بعض، لابد ان يحصل هنا اتزان سمشن اف واي يساوي صفر، والا هيحصل فيها مشكلة. فبالتالي ان ار دي لازم تساوي مين؟ ان فاي ساين فاي. ادي الباوندري كونديشن اهيت، بنقول ات فاي يساوي فاي نوت. ايه فاي نوت دي؟ فاي نوت دي اللي هي بداية الشل بتاعتي من هنا. ادي الفاي نوت بتاعتي، هلاقي ان فاي نوت في ساين فاي نوت تساوي ماينس ار. هتقول لي طب يا دكتور الماينس دي طلعت هنا ليه؟ ما احنا عارفين ان فاي ساين فاي على طول هتساوي الار، ليه الماينس دي؟ بنقول سعادتك الماينس دي كاشاره، لان الار اللي نازله عندي دي كده هتبدا تضغط على الشل لما تتحلل، فبالتالي هتديني كومبريشن، فعشان كده حطينا الاشاره السالبه. هنبدا نعرف المعادله بتاعتنا، هنشيل ان فاي ونحط ماينس ار على ساين فاي. طيب نبدأ ان احنا نبسط المعادلة شوية املا في الحصول على مين؟ على السي. بسطناها لقينا ان ده الساين فاي هيروح مع التربيع، يبقى لي ساين فاي اوديها الطرف التاني هتبقى ار في ساين فاي، وطبعا الماينس هيروح مع الماينس، والبي جي هتنزل تحت في المقام، يبقى ادي ار على بي جي في ساين فاي نوت ايكوال ماينس كوزاين فاي نوت بلس سي. كده اقدر احط دي في طرف لوحدها، يبقى ادي كده السي الحمد لله خلصناها. لحد هنا المعادله عامه. طب انا بقى عايز اطلع قيمه للسي، من هنا بقى نبدا نختلف بقى. ازاي يعني ايه نبدا نختلف بقى؟ يعني انا هنا عندي الفاي ديت اهيت، ساين فاي هيبقى ليها قيمه، ساين فاي ليها قيمه، ساين فاي بتمانية من عشرة، كوزاين فاي نوت بستة من عشرة، والفاي طالعة بكام؟ بتلاتة وخمسين. إذا لحد النقطة دي كل كلامنا ينطبق على أي أرقام، مع بداية إن أنا أعوض برقم معين، بعد كده اللي جاي بعد كده هيتغير القيمة بتاعتها. أبدأ بقى إن أنا أطلع الثابت، كوزاين فاي نوت بستة من عشرة، الآر اللي هي الحمل الرأسي اللي جاي من فوق اللي هي أربعة، بعد كده عندي البي اللي قلنا عليها اللي هي الآر اللي هي العشرة متر، أدي العشرة أهيت، وبعد كده الحمل الميت الجي بتاعتي اللي هي أربعة من عشرة زي ما كان مديهاني في المسألة، وأدي تمانية من عشرة اللي هي ساين فاي. كل ده كده يطلع لي الثابت بكام؟ بـ 1.4. يبقى أدي المعادلة. إذا نقدر نقول إن المعادلة دي عامة لكل شيء ما عدا الاختلاف بس فين؟ في الـ 1.4. إذا لو جات لك مثلا مسألة زي كده بس إحنا مغيرين في الأرقام، فأنت تقدر تعوض من أول هنا تغير الثابت، والثابت تطلع قيمته وتحطها فين؟ في المعادلة هنا. طب يتبقى مين؟ زي ما إحنا عارفين إحنا بنبحث على سيتا.
طب فين المعادلة المشتركة؟ بس قبل بقى ما نقربها عايزين بس نعوض في ان فاي، هنعوض بفاي ب53 اهي، تعوضنا بيها طلعت بالقيمة ديت، وادي عند فاي بيساوي 90. هبدأ احط المعادلة بتاعت البي ار اللي بتربط ان فاي مع ان ثيتا، هشيل ان فاي وعوض بالمعادلة بتاعتها، هلاقي ان فاي هي اتحطت كلها، وهنا البي ديت اللي هي جاية منين؟ من الار واحد. انا هنا بقسم على ار واحد، ادي البي اهي، والبي ار اللي هي كانت جي كوزاين فاي اهيت. هبدأ انا ان ثيتا على بي اطلعها في طرف لوحدها عشان احصل عليها، هلاقي ان هنا في البي، هبدأ اضرب المعادلة كلها في البي، ضربناها وطلعت بالشكل دوت كده. عندي ان فاي وان ثيتا، زي ما حسبت ان فاي عن زاوية 53 وزاوية 90، برضو عايز احسب ان ثيتا زاوية 53 وزاوية 90. طيب ليه 53 يا شباب؟ 53 دي مش ثابتة، 53 دي علشان الزاوية اللي طلعت عندي هو قاطع عليها على 53. طيب بعد ما طلعت الاثنين دول كده عايزين نرسم بقى، وكان طالب مني في الاول ايه؟ ان انا ارسم. الرسمة اهي زي ما اتعودنا المرة اللي فاتت، ادي عند 35 قصدي سوري 53، وهنا عند الزاوية كام؟ 90. 53 وهنا عند 90، دي هنا ان ثيتا وده هنا مين؟ ان فاي. كده كويس قوي. يبقى احنا كده اتكلمنا على الاوبن شيل بتاعتي، عرفنا الفرق، الفرق مش كبير قوي، يمكن بس الاهم شيء اللي هو بتاع الباوندري كونديشن وازاي ان انا اطلع الثابت. بس الزيادة بقى هنا في ايه؟ تخيل كده معايا النهاردة لو انا ما عنديش كاميرا هنا، لو فرض ان مفيش كاميرا هنا يا شباب كان هيبقى فيها مشكلة. ايه المشكلة اللي هتحصل؟ المشكلة اللي هتحصل ان في ضغط هنا كده، والضغط ده الشيل مش هتقدر تستحمله. نفس القصة على الطرف بتاع الشيل كله، في ضغط الشيل مش هتقدر تستحمله، فلابد ان انا احط ايه؟ كاميرا. نفس القصة من تحت، انا برضو حاطط ايه؟ كاميرا هنا، واللي هي بتلف معايا. تمام. طيب كويس أوي. عايزين بقى نتكلم شوية عن الكاميرا دي، سواء الكاميرا اللي فوق أو الكاميرا اللي تحت. طيب الكاميرا اللي فوق أو الكاميرا اللي تحت بمنتهى البساطة بيبقى عليها الآتي: حملين، حمل رأسي وحمل أفقي. الحمل الرأسي أظن أنتوا كلكوا عادي خالص إن أنتوا تتعاملوا معاه. لو أنت تخيلت إن في كاميرا دائرية، الكاميرا دي على أعمدة، وفي نازل عليها احمال من فوق، هتقدر، وطبعا الحمل ده اللي هو حمل موزع، هتقدر عادي خالص انت ترسم لها المومنت، مفيش مشكلة عادي خالص، مومنت استاتيكالي انديترمينت مفيش مشكلة. انما بقى اللي يهمنا دلوقتي هو موضوع المركبة الافقية دي. ليه؟ تخيل كده معايا المركبة الافقية دي عاملة ايه في الشغل اللي عندي. الكاميرا اللي هنا فوق دي جاي عليها كومبريشن، ضغط على الكاميرا دي، يعني الكاميرا دي لو قلنا ان هي مثلا زي الحلقة كده، في ضغط عليها بالمنظر ده. طب وعندي الكاميرا اللي تحت لو دايرة اكبر منها كده، في بقى فورس قاعدة تدفعها للي بره، لان طبعا ادي الان فاي اهيت هنا شغالة معايا بالمنظر ده كده، فقاعدة تدفع الكاميرا ديت لبره. اذا في الحالة دي انا عندي الكاميرا اللي تحت عليها تنشن، والكاميرا اللي فوق عليها كومبريشن. عايزين نشوف كده الكاميرا اللي فوق ابر رينج بيم، ادي ان فاي نوت اهيت هنا، تحليلها ان فاي ساين فاي نوت، طبعا دي خلاص دي الرأسية موضوعها منتهي. هنا بقى اللي بتعمل معايا مشكلة،
دي اللي بتضغط على مين؟ على الكاميرا اللي فوق. يعني لو الكاميرا كده عندي هنا اهيت دائرية بالمنظر ده، فهتلاقي ان الفورس دي ضغطة عليها عايزة تقللها، وبالمنظر ده كده اهو كل ده ضغط على الكاميرا اللي فوق والعكس على الكاميرا اللي تحت. طيب بنقول لساعتك ان انت لو قطعت كده في الكاميرا هيظهر عندك كومبريشن فورس من هنا وكومبريشن فورس من هنا. طيب الكومبريشن ده هنحسبه ازاي؟ بيقول بمنتهى البساطة القانون بتاعه هيبقى عبارة عن ال W اللي هي N فاي نوت كوزاين فاي نوت، ادي ال W اهي، في ال R. فين ال R ديت؟ ال R ديت اللي هي المسافة ديت، ادي كده ال R اللي هنا عندي اهي. لو عوضنا ان فاي نوت دي اعوض عنها بمين؟ اخد بالي بقى، اعوض عنها بالقيمة اللي انا كنت مطلعها قبل كده اللي هي 1/4 في البي جي اهيت كوزاين الفا نوت اللي هي 6/10 والار اللي هي 8، نضربهم في بعض يدينا 6 بي جي، ويبقى كده الحمد لله قدرنا ان احنا نطلع الفورس الكمبريشن اللي ماشية في الكاميرا اللي علشان تقاوم المركبة الأفقية اللي نادرة من ان فاي نوت. وطبعا الشباب بقى لو يكملوا كده اللي هي الكاميرا السفلية دي هيبقى عليها العكس، هيبقى عليها ايه؟ تنشن فورس، ويحسبوا التنشن فورس اللي عليها. بكده نكون نهينا المثال بتاع النهاردة، اتمنى يكون بسيط وسهل ان شاء الله. لو في اي اسئلة او اي استفسار الشباب يسيبوها في الكومنتس، وربنا يوفقكم باذن الله، والسلام عليكم ورحمة